طيب السلام عليكم. ان شاء الله هسه هذا الفيديو راح نبلش شرح اللي هو البريك ايفن. اذا كان عندي مشروعين، لاحظوا انه المره الماضيه كان مشروع واحد وبيحكي عن الفيكست كوست فاريبل كوست والتوتال كوست الريفينيو كوست. هسه شو اللي بيصير عندي؟ اللي بيصير عندي لو كان عندي مشروعين بدي اعمل لهم الترناتيف. طبعا احنا اخذنا بشابتر 6 وبشابتر 5 كيف نحسب الالترناتيف، فبالتالي هون نفس الشيء. احنا هون شو بدنا نسوي؟ بدنا نعمل الترناتيف بس بطريقه البريك ايفن. طبعا في الطريقه اللي بعدها راح تكون للباي باك بيريود. اللي بصير عندي هون انه احنا في عندنا مشروعين، عندنا المشروع الاول والمشروع الثاني. شو اللي بصير عندنا؟ لازم انا اسوي التوتال كوست للاول بساوي التوتال كوست للثاني، بس مش فيكس كوست ولا شيء، توتال كوست بساوي التوتال كوست في بعض. نقطه الالتقاء بينهم هي البريك ايفن بوينت. طيب ظلت مشكله واحده، انه طب انا بدي اسويهم في بعض، انا لازم يكون عندي مجهول عشان اوجد المجهول هذا واللي هو هاي. مش دائما كوانتيتي، ليست كوانتيتي. احنا خذها قاعده انه احنا البريك ايفن بوينت مش شرط كوانتيتي في هاي الحاله. طب رح تقول لي شو ممكن تكون؟ بقول لك عادي، ممكن تكون انيوال وورث، ممكن تكون كوانتيتي، ممكن تكون بريزنت وورث، ممكن تكون فيوتشر وورث. فاللي بصير عندي انه انا لما بدي اساوي التوتال كوست للاول بساوي التوتال كوست للثاني. شو الشرط اللي لازم اعمله؟ بدي اوجد البريزنت وورث او الانوال وورث. بدي اوجد البريزنت وورث او الانوال وورث الالترناتيف. هسا اخذنا في شابتر 6 و5، لو كان عندي المشروع الاول مدته 3 سنين وهذا المشروع 6 سنين، شو لازم نسوي؟ كنا نحكي لازم نعمل، اذا انا بدي احسب البريزنت وورث اناليسيس شو بدي اسوي؟ بدي اخلي هذا 6 وخلي هذا زي ما هو. حكينا هذا الاشي زينخ. فعشان هيك انسب طريقه للحل هي الانيمال وورث، هي الانيمال وورث. فاللي بصير عندي كالتالي، اني انا بوجد الانيمال وورث للتوتال كوست الاول والانيمال وورث للتوتال كوست الثاني، بسويهم في بعض، يكون عندي مجهول واللي هو الكومون فاريبل اللي هو الاشي اللي بدي اقارن فيه. طبعا هو مطلوب في الامتحان بكون. فبس هسه شو اللي بصير عندي؟ اذا انا الكومون فاريبل طلع اقل من البريك ايفن بوينت، يعني انا طلعت تحت الايفن بوينت، بختار الالترناتيف اللي هو له اعلى فاريبل كوست. اما اذا كان الشيء اللي ببيعه اعلى من البريك ايفن بختار الشيء اللي له فاريبل لو فاريبل كوست. خلينا نحل هاي المساله. بيقول لي اسمول ايروسبيس كومباني از ايفالويتنج تو الترناتيفز، ذا بارتشيز اوف اوتوماتيك فيد ماشين اند مانيوال فيد ماشين. يعني بدهم يشتروا معدتين، واحدة اوتوماتيك واحدة مانيوال. يقول لي الاوتو فيد ماشين هاز ذا انيشال كوست. اوكي بدنا نقسم من الشكل اوتو ومانيوال. الاوتو الها بريزنت وورث انيشال كوست سعر 23000 والسالفج فاليو 4000 وعدد السنوات 10. يقول لي اذا الشخص الواحد اللي بيشتغل بالماشين هاي له مصاري 12 دولار بير اور، يعني ال 12 اور 12 دولار بير اور في كميه التشغيل، كميه التشغيل. The expected output هسه هاي الاكسبكتد اوتبوت مهمه جدا. بيقول لي اذا الاكسبكتد اوتبوت هي 8 طن بارير، عندي 8 طن بارير، والانوال مانتنس كوست والاوبريشن كوست هي 3500، فبالتالي عندي الانوال سالب 3500. هذا بخصوص الاوتوماتيك. بيقول لي ذا الترناتيف مانوال فيد هاز ذا فيرست كوست سالب 8000، نو اكسبكتد سالفج فاليو، ما عندي سالفج فاليو، والان 5 سنوات، اوتبوت 6 طن بور اور، 3 وركرز والريكورد ات 8 دولار بير اور ايتش. يعني كل عامل انا عندي 3 وركر، وكل عامل شو بسوي؟ بيشتغل ب 8 دولار، يعني هذول راح يدفع عليهم 24. في عندي انيوال كوست 1500 سالب طبعا، ومعطيني نسبة الفائدة لـ 12%. بيقول لي how many tons per year must be finished justify the higher purchase cost of the auto feed machine.
اوكي، احنا كل هدفنا نوصل للمطلوب. المطلوب تبعي اني اوجد how many tons barrier، فانا بدي اعرف common variable x وحدته ton barrier. وبنفس الوقت انا هسه هذا الشغل تبعي، هذا الشغل تبعي شو بعمل؟ شو بعمل؟ بحسب، بعمل variable حسب المطلوب عندي. شو المطلوب عندي؟ عدد كوانتيتي، فعليا طالب مني كوانتيتي. هسه شو اللي بيصير عندي انا لما طريقه الحل؟ قلنا بنساوي التوتال كوست الاول بيساوي التوتال كوست الثاني، التوتال كوست الاول بيساوي التوتال كوست الثاني. هسه التوتال كوست وحدته عاده دولار بير يير، يعني زي الانيوال يعني، ولكن هي عندي طن بير يير، فانا الاكس بدي اخليها دولار بير يير. فانا شو بعمل؟ طبعا في عندي اكس للاول وعندي اكس للثاني، بس خلينا بس نمشي شوي سريع. التوتال كوست للاول بحول بقول ريبريزنت، يلا شو نعمل؟ نحسب الانوال وورث عند الصفر، راح اقول سالب 23000 في A given B، ال I 10% والان 10 سنوات. عندي سالب اتش فاليو 4000 في A given F لانها فيوتشر برضه 10% و10 سنوات. فعندي انوال كوست بالاصل سالب 3500، بيظل عندي مين؟ هذا الفيكست كوست، يعتبر فيكست كوست. بيظل عندي الفاريبل كوست، شو الفاريبل كوست؟ اللي هو هذا تبع الاكس، اللي هو الاكس اللي هو طن بارير. فشو بسوي؟ بحكي الكوست تبعي، الفاريبل كوست تبعي هذا شو كامل؟ هذا هذول كلهم فيكست كوست، البريزنت والسالفج والصيانه هذا شيء ثابت ما بتغير. بس مين عندي اللي بيظل يتغير؟ حسب العمال، حسب شو اشتغلوا. اوكي، الفاريبل كوست انا عندي 12 دولار بير اور، بدي اضربها ب 8 طن بير يير، لا بديش اضربها، بتقسمها، دقيقه اسف، ليش؟ انه انا بدي اوصل لوحده دولار بير اور، انا لازم اوصل لوحده دولار بير يير، قصدي لازم اوصل لوحده دولار بير يير عشان الانوال كوست. هيو هون الانوال كوست شو قايل لي؟ انوال كوست 3500. فانا لما بدي اجي اجمع وحدات، يعني الفيكست كوست مع الفاريبل كوست، لازم يكون ايش وحدته؟ انوال، لازم يكون وحدته انوال. فانا شو بقول عندي؟ انا معي 12 دولار بير اور، وانا بدي في فاريبل كوست اسمه اكس، الاكس شو وحدته؟ طن بير يير. فبالتالي انا هسه شو ضل علي؟ لازم اخلص من الطن واخلص من الاور. شو في عندي؟ شو في عندي؟ في عندي 8 طن بارير هيها. فشو بسوي؟ هاي 8 طن بير اور اتوقع مش بارير. فشو بحكي؟ في عندي 8 طن هون، في عندي هون ايش؟ اور. فشو بصير عندي؟ اور مع الاور بتطير، الطن مع الطن بتطير، بصير عندي 12 على 8، 12 على 8 دولار بير، طبعا 12 على 8 اكس، تنسوش في اكس هون، 12 على 8 اكس دولار بير يير. وهاي بتنحط من ضمن الفاريبل، من ضمن التوتال كوست. ايوه شايفين 8 طن بير اور، قلت لكم صحصح هنا. فهون شو عملت؟ هي طلعت الانوال فاريبل كوست 12 على 12 دولار على اور، اور مع الاور بتروح، طن مع الطن بتروح، صار عندي 1.5 اكس. شو بعمل؟ بطبق اللي انا حكيته، هاي فاريبل كوست وهذول فيكست كوست، طلع معي بدلاله اكس. الثاني بنفس الطريقه، بس الثاني شو بنعمل؟ ننساش انه نضرب في ثلاث، لانه احنا قلنا ثلاث عمال بيشتغلوا كل واحد 8 دولار، وبنفس الطريقه اكس تون بارير 8 على 6 ضرب 3 طلع 4 اكس، والانوال تبعه هيو. شو بعمل؟ بساوي الانوال وورث لبعض، فشو بطلع معي؟ بطلع معي 1353. اوكي 1353. شو بقول لي هسه الملاحظه؟ if the output is expected to to exceed 1353 اشتري الاوتو فيلد. ليش؟ انا الفاريبل كوست له 1.5، اما الفاريبل كوست للمانيوال 4. لاحظ احنا كل شغلنا على الفاريبل كوست، الفاريبل كوست 1.5، الفاريبل كوست هون 4، مين اعلى؟ المانيوال. بس احنا قلنا اذا بدي بدي اختار الاوتوماتيك فيلد لازم يكون عندي، لازم يكون عندي الربح او الشغل اكثر من 1353، عشان ايش؟ بختار اللور سلوب. طيب نفس الطريقه هون، بنفس الطريقه هون
Gordon is initial manufacturing company كذا كذا it faced make or buy decision في عندي make or buy. بيقول لي annually engineering lifted can introduce the trunk to rise a lower wheelchair. The steel arm lift internationally for 3.5 per unit or made in house. في عندي 3.5 دولار per unit. هاي ايش اللي بيشتروها الناس. بيقول لي the steel حكينا عنها if manufacturing site two machine will be required. في عندي ماشين A تكلفته 18,000 سنواتها 6 سنين سالفج فاليو 2000. ماشين B 12,000 4 سنين سالفج فاليو سالب 500. ماشين A رحلتها 3 سنين في مقدار 3000 يعني والكوست 6000. ماشين B 5000 total of 4 operator will be required. في عندي 4 عمال بدهم يشتغلوا وشو اسمه كل واحد بيشتغل 12.5 دولار بير اور. طبعا ان انورمال 8 اور بيريود يعني عدد الساعات 8 يعني في عندي كم عامل بيشتغل 4 عمال تكلفتهم 12.5 بيشتغلوا 8 ساعات. بيقول لي راح ينتجوا 1000 يونت. هو قال لي ايش؟ قال لي هم راح ينتجوا 1000 يونت انسى الفائده 15%. شو بيحكي لي؟ بيقول لي اوجد النمبر اوف يونت لحتى اني اختار الان هاوس اوبشن. ان هاوس اوبشن يعني انا شو لازم اعمل؟ بطلع البريك ايفن بوينت وبعدين اشوف مين السلوب اللي على اول اكل. هسه لازم نعرف كومون فاريبل. قلنا شو الكومون فاريبل راح يكون؟ هو النمبر اوف يونت. نمبر اوف يونت يعني بده كوانتيتي. فبالتالي هسه انا لما بدي اسوي توتال كوست للاول بساوي التوتال كوست للثاني. التوتال كوست اللي هون راح يكون في عندي فيكست كوست اللي هو الانوال وورث زائد الفاريبل كوست. الفاريبل كوست راح يكون عندي رقم في اكس. الفاريبل كوست راح يكون ار او في في كيو. الكيو مجهول بيضل عندي الفي. الفي كيف بحسبه؟ انا قلت لك عندي 12.5 دولار 8 ساعات واربع عمال. هيهم 4 ضرب 12 ضرب 8 على اللي اشتغلوهم 1000 يونت طلع معي 0.4 اكس. I define the x through our variable cost. هيو annual fixed cost هاي البي given a والسوالف هاي والانوال وورث لبي. هذا ايش؟ هذا الانوال فيكست كوست. فشو التوتال كوست؟ بدي اجمع لها سلافه الاكس. بدي اجمع لها سلافه الاكس فمن خلالها بطلع قيمه الاكس 6556 دولار. هي التوتال كوست او هذا الفاري. هاي السلافه 3.5 اكس ايش هي؟ هاي اللي هو للثاني كأنه هاي 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 ار في كيو فاريبل كوست الاول. التوتال كوست الاول بيساوي التوتال كوست الثاني. التوتال كوست الاول سالب 3.5 اكس. التوتال كوست الثاني في عندي تو ماشين وفاريبل كوست حسبتهم طلعت الاكس. في اسئله بس هي الفكره يعني انا بس بدي كيف تحدد الكومون فاريبل. كيف تحدد كومون فاريبل؟ وين الاسئله؟ هون. اقرا 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 فنشوف شو هو. How many portable restrooms could afford in the break even كذا. فهو شو بده؟ How many بده عدد. فهون الكوانتيتي هي الفاريبل كوست يعني 13.17. لما نيجي هون هيو let x النمبر فسالب 7500 في x. شو الx؟ هي النمبر اللي هي شو. طب شو 7500 اذا العين الواحدة بتشغل 7500؟ فشو الكوانتيتي لهم هالقد؟ يعني بس بدي اوصل فكره انه شو الفاريبل كوست كيف تعرفه. يعني هون how much money can be spent on كذا. هون بده مبلغ. فهون بدي اعمل ايش؟ هون شو بدي اعمل؟ تكون عندي الفاريبل كوست مش كيو راح يكون رقم اللي هو يا البريزنت يا الانوال. هاي 13.18. هيو شو اعمل؟ البي هي المجهول. قديش بده يدفع؟ قديش بده يدفع الان؟ قديش بده يدفع؟ هاو تو سبنت. سبنت يعني بريزنت. فالبريزنت هو المجهول صار. هي كل الفكره. هي كل الفكره. A procedure at Mercy Hospital fixed cost 10,000 per year and variable cost 50 دولار per test. Variable cost. If the procedure was automated, it fixed cost 21,000 دولار per year, but variable cost will be only 10 دولار per test. بده the number of tests
لحتى اختار واحد منهم. فشو اللي بيصير عندي؟ عندي اثنين، واحد 10,000 دولار والفاريبل كوست له 50، والثاني الفيكست كوست 21,000 والفاريبل كوست 10. سهل جدا، بساوي التوتال كوست للاول بساوي التوتال كوست للثاني. الاول شو الفيكست كوست له؟ 10,000، والثاني شو له؟ 50 كيو او 50 اكس، والفاريبل اللي هو الكومن فاريبل 21,500 زائد 10 كيو، وطلع قيمة كيو بس طبعا 13,54. هيو بس انسى السوائل. Two different methods under construction. Material C تكلفته 100,000 per meal 10 سنوات. Annual maintenance cost هالقد. Material D هالقد 5 سنين. At interest rate هالقد. بقول لي the annual mat بقول لي إذا شو ال annual cost لدي لحتى يخلي إيش لهاي. فهون ال annual cost هو المجهول. ال annual cost لدي هو المجهول. فشو بسوي؟ بسوي كالتالي. هيو شو ها طلع الاكس ماله مجهول، هو الانوال وورث. هو شو قاعد بيقول لك؟ بيقول لك المشروع الاول تكلفته 100,000 دولار في 10 سنين، تكلفته 10,000. الثاني الكوست تبعه 30,000 لخمس سنين، فبده الانوال كوست. يعني هذا بريزنت وهذا انوال مجهول. هيو هيو هذا البريزنت وهذا الانوال مجهول. اما الثاني انا معطيني كل شيء بخصه. فدائما خذ القاعدة الفاريبل الكومون فاريبل هو الاشي المطلوب مني، بده ذا نمبر دي نمبر اوف داي. يعني هون السنوات مجهولة، هاي السنوات مجهولة. طبعا السؤال كانوا في ايرور، هذا السؤال في ايرور بتذكر حليته مرة وبس. يعطيكم العافية.